الصحراء الغربية قضية شعب يواصل النضال على جبهات عديدة، لعل أهمها تلك المتصلة بالهوية. فالاحتلال المغربي يقوم منذ عقود بعمل ممنهج لطمس الهوية والشخصية الصحراوية عن طريق عمليات استيطانية الهدف منها تعويم الصحراء الغربية ديموغرافيا. لولا رسوخ عناصر الهوية الصحراوية في الإنسان الصحراوي لكان يعني هذه السياسات يعني وجدت تأثيرها الحقيقي، ما زالت بتأثير محدود لكنها سياسات موجودة وممنهجة. من بين هذه السياسات هو التعويم الديموغرافي للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بعشرات الآلاف من المستوطنين. بعض الدراسات تقول أنه يعني نسبة 1 إلى 3 مستوطنين إلى 1 صحراوي، هذا خطير جدا. ومن أبشع ما يتعرض له الشعب الصحراوي هو النهب المتواصل من قبل الاحتلال المخزني لخيرات أرضه في تحد واعتداء على القانون الدولي بشكل فاضح وبتواطؤ من بعض الدول. بالنسبة للثروات الطبيعية للصحراء الغربية ظل المغرب ينهبها طيلة 5 عقود الماضية بمختلف المصادر، الفوسفات، الصيد البحري، والمواد الزراعية، الموارد الزراعية، وذلك في بعض الأحيان بالتواطؤ مع بعض القوى الغربية وخصوصا الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالصيد البحري والموارد الزراعية. الاستيطان المغربي الآن يحاول أن يركز بقوة داخل التراب في الأراضي المحتلة ويمس كل الجوانب، بالإضافة إلى نهب الثروات واللي فصلت فيها المحاكم الدولية والأوروبية، فهو أيضا يسعى بالتعنت إلى أساليب الإجبار والإغراء والابتزاز. وحتى الهوية الثقافية للشعب الصحراوي لم تمنع من هذا الأساليب اللي يقوم بها. الواقع الذي تعيشه المنطقة والتغيرات في مسار أحداث القضية الصحراوية خاصة العودة للكفاح المسلح أعاد قضية الشعب الصحراوي للواجهة، والثابت الوحيد هو تمسك الصحراويين بشعار كل الوطن أو الشهادة.